بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم النهاردة في الجزء الثاني من الإصحاح 19 من سفر الرؤيا. الإصحاح ده عبارة عن فرحة الكنيسة والسمائيين بدينونة الخاطئة العظيمة الشريرة بابل اللي أهلكت كثيرين في خطاياها، وإعلان عدل الله وإعلان مجد وقدرة الله القادر على كل شيء. كنا وصلنا للعدد العاشر، هنستكمل النهاردة حديثنا ابتداء من العدد 11. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، بالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. هو ده بقى يسوع المسيح اللي ظهر على الفرس الأبيض. وفرس، اشمعنى فرس؟ لأنه دلالة عن المسيح يحارب، والفرس الأبيض ده بيرمز للكنيسة اللي بررها وقدسها وحارب من أجلها وفيها وبيها. ووصف هنا أنه أمين وصادق لأنه وعد بنصرة الكنيسة وتكليلها، وده اللي هيحصل فعلا. ووصف أيضا أنه عيناه كلهيب نار، أنها بتفحص كل شيء حتى أستار الظلام، أعماق الظلام كلها يكشفها الله، ومن شدة لهيبها تحرق أعداء الكنيسة، ولكن بالنسبة لأولاد الله بتحرق محبتهم للخطية من قلوبهم وتشعلهم بمحبة الله. تيجان كثيرة على رأسه، هو الملك، لكن التيجان الكثيرة دي لأنه كل معركة بتخش فيها الكنيسة فهو عمليا هو اللي بيحارب، هو اللي بيغلب، هو اللي بيكلل، هو اللي بيقود الفرس الأبيض. والتاج يحسب للفارس وليس للفرس. وبعدين له اسم مكتوب لا يعرفه أحد إلا هو، يعني الله في جوهره وذاته صعب إن احنا ندركه كبشر يعني، لكن لا يعرفه إلا هو، لا يعرف الله إلا روح الله زي ما في رسالة بولس الرسول. فحتى الملائكة لا تعرف الله ولا تدركه تماما. ودايما الاسم بيعبر عن شخصية الإنسان وعن قدرته وعن جوهره. وبعدين وصف أيضا كمان أنه متسربل بثوب مغموس بدم. ودايما بنقول أن الثوب أو الهدوم بترمز لجسم الإنسان. فاكتسب الدم، يعني جسد المسيح اللي هو الكنيسة اكتسب بالدم، الدم اللي هو سفك المسيح من أجلها على الصليب وغسلها وقدسها وطهرها بدمه الزكي. يكون جسده المكسو بالدم إشارة للكنيسة المكسية بدم المسيح، يعني متغطية بالدم كفارة، فحتى تكون مقبولة لدى الآب. الآب ينظر للإنسان المؤمن به للكنيسة يعني، فيراها من خلال دم المسيح فيجدها مقبولة. فهكذا أحبائي، هنا بيعلن أن العريس هو المتكفل بكل نفقات العرس، دفع فيها دمه، الثمن الباهظ اللي كلفه، وأنه سفك دمه من أجلها. ويدعي اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله، هو اللوجوس كلمة الله، أقنوم الحكمة والنطق هو اللوجوس. نكمل بعد كده العدد 14. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بذا أبيض ونقيا. الملائكة، الأجناد السماوية دي اللي هي الملائكة، وفي المجيء الثاني هيأتي المسيح ومعه ملائكته هيتبعوه، لأنه يعني بينفذوا مشيئته وإرادته، خاضعين له في حب كامل. وعلى خيل، يعني الخيل دايما يشير لصورة الحرب، فهما هيحاربوا إبليس ولكن لحسابنا. وصفهم الرسول في سفر العبرانيين أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة. فالملائكة
بتخدمنا، هي اللي بتصلي من أجل توبتنا، هي بتفرح بتوبة الإنسان الخاطي، ولما نغادر أجسادنا هي اللي بتستقبلنا. فدايما يظهروا في صورة أنهم يحاربون من أجلنا عشان يبعدوا عننا فخاخ الشياطين وكل من يتحدانا، وعشان يقيدوا إبليس ويطرحوه في البحيرة المتقدة بالنار. ولابسين لبس أبيض رمز لنقوتهم ولطهارتهم عشان يؤهلوا أن يرافقوا السيد المسيح. نكمل في العدد 15. ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سارعاهم بعصم من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. من فمه يخرج سيف ماض. السيف الماضي هو كلمة الله، زي ما صافها بولس الرسول في العبرانيين وقال: لأن كلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة ربنا سيف، والسيف له حدين، حد من فوق وحد من تحت، له حدين. الحد الأول ده ينقي ويطهر ويولد الإنسان ولادة جديدة. يعني تسمع كلمة ربنا كأن في نور كده نور قدام عينيك، ويعني كشف لك ووضح لك أمور جديدة لم تكن تدركها من قبل، كأنك ولدت ولادة جديدة. طيب لو لم تستجب لعمل كلمة الله، ده يبقى بقى الحد التاني اللي هو الدينونة. الحد التاني هو أن كلمة الله تبقى دينونة للإنسان. هكذا كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. وبعدين قال يضرب به الأمم. في العهد القديم كلمة الأمم دي كانت تشير للنوسانيين اللي هم غير اليهود يعني، ولكن هنا بيقصد بها الأشرار الذين لم يستفادوا من كلمة الله. وبعدين قال عليهم سيرعاهم بعصم من حديد، ودي بتفكرني بالمزمور بتاع داود النبي لما بيتكلم بيقول ايه: بقضيب حديد تؤدبهم ومثل أنية الفخار تسحقهم. وبعد كده قال يدوس معصرة خمر سخط غضب الله. هنا شبه الغضب ربنا وسخطه كأنه خمر متعتقة اللي بيشربها الأشرار لما يشربوها يترنحوا، والله يعني يدوس عليهم يغلبهم يسحقهم، كأنه واحد بيدوس في معصرة كده بضغط جامد يخدع اللي قدامه. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. زي ما احنا عارفين الثوب دايما بيشير للجسد، يعني للكنيسة، جسد المسيح هو الكنيسة يعني. الفخذ بيشير للناسوت، للجسد يعني. ولما جه إبراهيم أبو الآباء يستشهد لعازر الدمشقي إن هو يجيب زوجة لابنه من بني وطنه، فراح مسك إيديه وحطها تحت فخده وقال له: تعالى ضع يدك تحت فخذي، وتعهد إن هو لازم يجيب له زوجة لابنه من بلده. الحاجة التانية إن الفخذ أيضا يشير لموضع السلاح. السيف بيتحط كده بيبقى على الفخذ يعني. فالمسيح حارب إبليس بتجسده، فملك وصار ملك الملوك ورب الأرباب. بعد كده بقى نتنقل للعدد 17 لحد آخر الإصحاح، في جزء كبير أقراه معاكم ونشرحه مع بعض. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده.
فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. هنا بعد ما تكلم الإصحاح عن النصرة والابتهاج بالانتقام من أعداء الكنيسة اللي هم أضلوا كثيرين في العالم، رجع تاني زي ما تقول رجع بيعمل فلاش باك تاني على خراب بابل، مملكة الشر يعني. ويعني بعد ما أعطى المؤمنين صورة الأفراح الأبدية، بيرجع تاني يشرح لهم المعركة الأخيرة اللي هي معركة هرمجدون، مجرد أنه بس يشجع المؤمنين، لأن المعركة دي هي معركة حتمية هتتم وينهزم فيها الشر. هنا بقى في مقابل وليمة العرس اللي أعدها العريس لعروسه والاحتفالات بالفرح الأخير بالعشاء السماوي، هنا بقى بنشوف صورة مفزعة للأشرار وإزاي هيواجهوا انحلال عظيم لما يحترق كل شيء وتنحل كل العناصر محترقة وتبتدي الدينونة العظيمة. وهنا في تعبيرات قوية جدا تشير لمذبحة شاملة اللي هي في معركة هرمجدون وشدة الهلاك اللي هتلحق بالأشرار. ونلاحظ هنا انه ابتدى بيتكلم على هلاك العظماء، فقال لحوم ملوك ولحوم قوات، وبعدين ابتدى يتكلم على العبيد ويقصد بها الذين استعبدوا للخطية. الملوك هنا اللي ذكر أسماء اللي ذكرهم هنا ملوك الأرض، والقادة دول اللي هم كانوا بيقودوا الآخرين للعثرة، زي ما الكتاب قال ويل لمن تأتي به العثرات. والخيل هنا يشير به إلى كل من سقط في خطأ وراء شهوات الزنا مع الزواجات الآخرين. ولما اتكلم على الملاك اللي واقف في الشمس، يقصد انه كان يعني متشاف من كل العالم، يعني كل الناس شافته وادركته. والطيور اللي اتكلم عليها اللي هي هياكلوا فيها لحوم الاشرار، الطيور الجريحة اللي هتاكل لحوم الاشرار، ده اشارة لان عدد القتلى هيبقى عظيم جدا في هذه المعركة. والطيور الجريحة دي ده إشارة للشياطين، فكل الأشرار دول هيكون نصيبهم من نصيب الشياطين، لأن سلموا أنفسهم ليهم في حياتهم على الأرض، هيبقوا من نصيب الشياطين في البحيرة المتخدة بالنار. عكس بقى اللي رفضوا الملذات في هذا العالم اللي عرضها عليهم إبليس، يقدروا يقولوا مع المسيح رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء. فمن يتلذذ بهذا العالم هيكون مأكلا للشياطين ويقبض على روحه عند خروجها منه. لكن عجب كبير جدا ان في اللحظات الأخيرة ان الوحش وملوك الأرض هيحاولوا انهم يصنعوا حرب مع الفارس الإلهي المهيب، وطبعا مش هيقدروا، لكنهم هيحاربوا الكنيسة، والنتيجة المحتمة انهم هيخسروا ايضا هذه الحرب إلى الأبد وينتهوا. أشكركم كثيرا على المتابعة، ونلتقي بكم في مرة أخرى إن شاء الله. كل عام وأنتم طيبين.